عادل عبد الرحمن اللي بيلعب ناحية الوينج الشمال. عادل وبيغير المرة دي ناحية اليمين لعلاء عبد الصادق لحسام، لا لابراهيم حسن، وحسام بيلعبها عليها لايمن شوقي، بيلعبها جوه الجول، جوه الجول ايمن شوقي، جوه الجول ايمن شوقي. ملعوبة حلوة 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 حلوة، ملعوبة حلوة حلوة حلوة. ده اللي لعبها فعلا علاء عبد الصادق، اللي لعبها علاء عبد الصادق لايمن شوقي، يطلع فوق ويلعبها سقطة لب على شمال ناصر عبد اللطيف الويف، وهنشوفه تاني اهو. ادي علاء عبد الصادق بيلم، بيلم علاء وبيلعب الكرة عالية هيروح لها ايمن شوقي، وبيلعبها لب والناحية على شمال ناصر عبد اللطيف، وما راحلهاش فعلا، فكرة طالعة بره اوت، ويجيب في الدقيقة 16 من الشوط الأول أيمن شوقي. وتعدي من أشرف عبد الله لأيمن شوقي وحسام حسن وأشرف عبد الله، وتتخطف الكورة وتروح لأيمن شوقي، بيعدي أيمن لطاهر أبو زيد، وماشي طاهر، وماشي طاهر وعايز يشوف شوطة جامدة جوه الجول، جوه الجول، جوه الجول. طاهر أبو زيد على يمين ناصر عبد اللطيف، يمسكها بإيده ودخلها جوه الجول، شوطة جامدة لطاهر أبو زيد، حلوة حلوة حلوة. هو ماشي هنشوفها تاني اهو، ويخطفها طاهر، وماشي اهو ايمن شوقي جاي من ورا طاهر ابو زيد، وماشي طاهر واخد الكره من نص الملعب، عامل مجهود كبير قوي، وشوطه جامده قنبله على يمين ناصر عبد اللطيف، تاخد ايده وتخش جوه الجول، يجيب الجول الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 27. بيطوع قوي هو رجله زي ما هو عايز، وشوطه جامده وبالعرض جوه الجول، جوه الجول حسام حسن، جوه الجول حسام حسن، اتلعبت الكوره وعملت بند في الارض، ويخش حسام حسن قبل ناصر عبد اللطيف عشان يجيب الجول الثالث لنادي الاهلي في الدقيقه الثانيه. حسام حسن في الدقيقه 2 من الشوط الثاني، شوف طاهر ابو زيد عاملها واو، وادي حيطه واقف فين، واقف في زاويه عليها قوي عشان يلعبها بره رجله، وفعلا لعبها واو لفه، وشو عملت على الارض، وجاي حسام حسن متابعها قبل ناصر عبد اللطيف وباليد، ويجيبها جول على شمال ناصر عبد اللطيف. ابطال كاس مصر هذا الموسم والدوري العام هاني رمزي، ما فيش شك ان هم مجهود كبير جدا بوزلا، ويستحق عليه كل التهنئه فريق نادي الاهلي. وادي علاء ميوب ولابس برنيطه اهو زي اوروبا بالظبط، وشالها له الدكتور عبد الاحد، وطبعا كل نادي بيبقى ليه زي محدد، وبعض الحاجات بيلبسوها علشان بتبقى تنفع جدا في مباريات تذكاريه. وادي كاس مصر بيرفعه كابتن ثابت البطل، متوجا عرق وجهد وكفاح لاعبي النادي الاهلي، وختاما لهذا المهرجان الناجح بيعزف السلام الوطني المصري. وبعد تسليم كاس مصر من السيد اللواء اركان حرب ممدوح الزهيري مندوب السيد رئيس الجمهوريه لكابتن ثابت البطل، وبيتسلم الان لاعبي الاهلي يتبادلوا هذه الفرحه. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني فقرتنا الثانيه ان شاء الله هيكون محور حديث فيها عن مباراه الاهلي والمصري والهامه جدا في نهائي كاس مصر. الاول اقول لكم اخبار جات لنا من الملعب من منذ قليل. الشعلالي يقود الفقره البدنيه في ميران الاهلي، التونسي انيس الشعلالي مدرب احمال الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي خصص فقره بدنيه يعني عباره عن 30 دقيقه في بدايه الميران، والذي يقام بستاد ملعب او بملعب التتش بالجزيره. الفقره دي عباره عن تدريبات بدنيه واستمرت لمده 30 دقيقه، وكان هدفها رفع المستوى البدني للاعبين قبل مباراه كاس مصر امام المصري. الخبر الثاني، زكريا وحمودي يتعرضان لكدمات في ميران الاهلي، ما تخافوش. مؤمن زكريا واحمد حمودي لاعبا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تعرضا لكدمات خلال ميران الفريق اليوم الاحد على ملعب اتيتش بالجزيره، ولقى الثنائي العلاج سريعا خلال ميران الاهلي. عشان كده بقول لكم ما تخافوش. الكابتن حسام بدري بيدرب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، ما تخافوش برضو ان شاء الله المباراه هتخلص من غير ضربات جزاء. الكابتن حسام بدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي خصص فقره في نهايه الميران الذي اقيم اليوم الاحد للتدريب على تسديد ركلات الجزاء، شارك جميع اللاعبين وحارس المرمى او حراس المرمى في فقره التدريب على ركلات الجزاء خلال ميران الاهلي. الخبر الرابع، أزارو يغيب عن ميران الفريق لسفره إلى المغرب. المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة قدم بالنادي الأهلي غاب عن مشاركة في ميران الفريق بسبب حصوله على إذن بالسفر إلى المغرب. سعد سمير يبدأ تدريبات الجري. سعد سمير
مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة. انتهى سعد سمير من تدريبات صالة الجيم وبدأ في الجري حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق. صالح جمعة بيقول أشكر زملائي وجماهير الأهلي على المساندة المستمرة. صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أعرب عن سعادته بفوزه بلقب نسر الشهر عن شهر يونيو في الاستفتاء الجماهيري عبر صفحات الفيسبوك وتويتر. أكد جمعة أن مثل هذه الجائزة تعد دافعا وحافزا كبيرا بالنسبة له للاستمرار على نفس المستوى والذي يقدمه مع الفريق مؤخرا وتدفعه لمزيد من الاجتهاد لإسعاد جماهير النادي الأهلي. يعني قبل ما اروح لامير هشام ارحب بضيفي الكريم كابتن كبير نجم مصر نجم النادي الاهلي كابتن اسامه منور الدنيا. اهلا وسهلا بك كابتن عبد الشافع. لا لا منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بك كابتن يعني حميد ولا الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. قبل ما نتكلم عن مباراه الاهلي والمصري طبعا لكل الجماهير مستنيها ناخد امير هشام من ارض الملعب بيطمنا على اجواء الفريق واجواء التدريب. امير هشام اهلا بيك. معانا ولا قطع؟ يلا تقولنا تاني. يعني كابتن اسامه مباراه صعبه. ما فيش شك. مباراه كبيره طبعا. ومباراه بين ناديين كبار مديرين فنيين كبار كل واحد ليه طموح دوافع. شايف دوافع مين اكبر كمديرين فنيين؟ لا دوافع الاثنين كبيره وهتبقى متساويه اكيد. النادي الاهلي بطبيعه الحال كابتن حسام ماسك اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط فما قدموش الا غير انه يكسب يعني ده طبيعه النادي الاهلي. تمام. فاكيد الدوافع كبيره جدا انه يحصل على بطوله مباراه واحده باقيه بتساوي بطوله كبيره غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 10 سنين واخدين الدوري السنه دي فمن المرات اللي هتبقى معدوده ان الاهلي يحصل على بطوله الدوري والكاس. فكابتن حسام البدري عنده دوافع كبيره جدا انه يكسب اللقاء. ايضا في المقابل كابتن حسام حسن اخر نهائي من حوالي اكتر من 20 سنه اللي هو المصري والمقاول العربي اللي فاز بيه المصري بالكاس ما وصلوش لنهائي الكاس من 20 سنه فدوافعه كبيره جدا انه مباراه واحده اذا فاز فيها هياخد بطوله تحسب له في تاريخه أكيد. خاصه ان هو كمدير فني رغم ان هو عامل نتائج ممتازه لكن لسه ما حصلش على بطوله كمدير فني فدوافع عنده برده كبيره الاثنين المديرين الفنيين دوافعهم كبيره جدا وتكاد تكون متساويه يعني. تمام. طيب نروح لامير هشام. امير هشام اهلا بيك. كابتن ميدو اهلا بيك واهلا بكابتن اسامه عرابي واهلا بكل متابعي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. غيرت تليفونك ولا لسه؟ طيب طمنا على المران وطمنا على الحاله العامه للاعيب النادي الاهلي. طبعا النهارده كان مران مهم جدا بالنسبه للفريق كابتن ميدو زي ما احنا عارفين مبتدئين على مباراه غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه بطوله طبعا نهائي كاس مصر بالتالي النهارده المران ابتدى بالظبط الساعه 5:30 بالظبط الساعه 5:15 كان في محاضره يمكن قعدت حوالي ساعه الا ربع كابتن حسام بدري مع اللاعبين. اكيد كابتن حسام بدري اتكلم فيها عن اهميه المباراه واضح كده خلال المباراه النهارده ان هيبقى في شكل تكتيكي يا كابتن ايده معين هيشيل فيه كابتن حسام البدري المباراه وده كان واضح خلال التقسيمه كده كان في تعليمات كتير الكره وقفت كتير كابتن حسام بدري كان بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي وبيحفظهم بعض التعليمات اللي هو عايز ينفذها خلال المباراه لكن بشكل عام خليني اقول لك ان في جديه وتركيز واضحين بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي خصوصا ان هي مباراه اكيد مهمه وبطوله بقى لنا كتير ما بناخدهاش وحاسبنا اكيد واحد كل جمهور النادي الاهلي وده اللي مركز عليه النادي الاهلي ايضا خصوصا ان احنا بقى لنا كتير ما بنحققش نهائيه يعني طبعا الدوري والكاس اخر مره حققناهم مع بعض كان في موسم 2007 بالتالي كان مهم جدا ان شاء الله النادي الاهلي يكسب خلال مباراه يوم الثلاثاء امام فريق المصري وان شاء الله النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي كان بشكل كبير النهارده المران كان مران مدني خفيف فريق او جهاز فني نزل بالاحمال البدنيه نوعا ما كان في بعض التدريبات الكوره تدريبات خفيفه برضه كان خلاص يعني اللاعبين في حاله بدنيه عاليه محتاجين تدريبات بدنيه قويه مع نهايه المباراه كانت تقسيمه قويه جدا شارك فيها كل اللاعبين طبعا مستحيل احنا زي ما عارفين
يمكن اللي هيغيب عن المباراه بس هو سعد سمير وكريم ميدفيد. سعد سمير شد في العضله الاماميه، كريم ميدفيد شد في العضله الخلفيه، وكان عندهم النهارده برنامج تاهيلي مع كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وكانوا بينفذوه. كان معاهم كمان طبعا مروان محسن لاعب الفريق المصاب بالرباط الصليبي، وان شاء الله هيرجع قريب. ان يرجع للتاهيل التاهيل كانت جيده جدا، كل اللاعبين شاركوا بشكل جيد، كان واضح الحماس على وجوههم بشكل كبير جدا وخلال ادائهم تقريبا، نتج عن الحماس ده كابتن قويه، يعني كابتن مش قويه قوي كل ما انت احد حماس الذكريه، لكن بسرعه قويه ولا مش قويه؟ لا مش قويه قوي، يعني قدر طبعا يكمل المران مش قويه قوي. تمام هم اللي كملوا المران بشكل طبيعي جدا، وكل اللي عايز الاهلي طبعا قبل بشكل جيد خلال المران ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله ان هم يسعدوا جمهور النادي الاهلي. وخلينا لعيبه النادي الاهلي نقطه دوافع، هم عندهم الدوافع الكافيه ان احنا بنلاعب فريق مصر، جمهور النادي الاهلي عارف اهميه مواجهه فريق مصر واهميه الفوز عليه بالنسبه لكل النادي الاهلي، وايضا هو نهائي كاس مصر، فطبعا لعيبه النادي الاهلي عندهم دوافع كثيره ان شاء الله هم يحققوا البطوله كاس. التقسيمه كان مدتها قد ايه يا امير؟ التقسيمه قعدت تقريبا بتاع حوالي نص ساعه 35 والشعلالي كان مرن اللعيبه بدنيا شويه زي ما انت قلت في البدايه. بس بدنيا يعني مش بدنيا لا ما طبعا اكيد كل الناس عارفه ان البدني اللي هو الفك والحاجات دي طبيعي، الفريق ينزل بالاحمال التدريبيه والاحمال البدنيه بتاعته، يعني قول التمرين استمر لمده ساعه. تقريبا ساعه بالظبط كده او ساعه وحاجه بسيطه، يعني ساعه وخمس دقائق تقريبا بالظبط، يعني بالتحديد احنا بنحب دايما نحط جمهور النادي الاهلي في الاجواء بالنسبه للفريق، لكن تدريب يعني كان اكيد مهم جدا. بكره ايضا هيكون في التدريب النهارده، الفريق بعد ما خلص المران رجع على طول بالاتوبيس الخاص باللاعبين لمدينه الاسكندريه، وهم دلوقتي الفريق خلاص بالسلامه ان شاء الله في برج العرب احد الفنادق القريبه لملعب استاد برج العرب. ان شاء الله بكره هيكون مران مساء الفريق النهارده بالليل قبل مباراه الكلاسيكو بالتحديد، هيكون في محاضره من كابتن حسام بدري مجرد وصول الفريق للاوتيل، كابتن حسام بدري دايما بيعتمد على المحاضرات النظريه كابتن، بالتالي هيكون ليهم محاضره النهارده وهيتفرجوا كلهم مع بعض على مباراه ريال مدريد وبرشلونه، وان شاء الله بكره ايضا هيكون في محاضره اخرى تدريب مساء بالنسبه للفريق. طبعا كابتن حسام بدري هيستقر بشكل اكبر على الشكل اللي عايز يلعب بالنسبه لنا، هو مستقر. لو عايزني اقول لك التشكيل ممكن يديك كابتن حسام بدري كابتن ميدو، يعني قول لي ولا مش عايز؟ لا طبعا. خليني اقول لك كابتن حسام في المرمى هيكون شريف رامي ناحيه اليمين، هيكون سواد احمد فتحي ناحيه الشمال، علي معلول بالنسبه للباكين، هيكون رامي ربيعه ومحمد نجيب مفيش خلاف عليهم في ظل غياب سعد سمير. في نص الملعب هيكون متواجد حسام عاشور وعمرو السوليه هم الاقرب. خليني اقول لك ايضا حسام غالي النهارده قد مران بشكل جيد جدا وتالق بشكل ملفت تقديمه، مش مستبعدين ان ممكن كابتن حسام البدري يلعبوا في المباراه، هتيجي اخر مباراه كابتن حسام غالي مع النادي الاهلي. الشكل الامامي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هيكون متواجد عبد الله السعيد مفيش خلاف على كده، احمد حمودي وسليمان والمهاجم توحيد جونيور اجاي، لكن هو في فكره عند كابتن حسام البدري هو احتماليه بدء بمهاجم سواء عمرو جمال او عماد متعب، ويكون موجود جونيور اجاي على طبعا مكان وليد سليمان، لكن الاقرب حتى الان هو البيت جونيور اجاي كمهاجم وحيد بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه، ودي التشكيله يمكن الاقرب شويه او تبان نسبيا النهارده من قبل كابتن حسام بدري، ومش عايزين نستبعد برضه اي مفاجات ممكن تحصل خلال تشكيل النادي الاهلي خلال المباراه دي، خصوصا ان احنا عارفين هي تعتبر ايضا مباراه قمه وليها حسابات خاصه، كابتن حسام بدري اكيد عنده حساباته اللي ممكن يبتدي بيها المباراه دي. الشكل التكتيكي انا بركز معاك على الشكل التكتيكي يا كابتن ميدو، لان كان واضح النهارده خلال المران كابتن حسام تقريبا عنده فكر معين عايز ينفذه خلال المباراه، لكن كل الاحوال نتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي خلال المباراه دي، يقدروا يفوزوا بمباراه مهمه زي دي، وان شاء الله نرجع كاس مصر ان شاء الله لدولاب بطولات النادي. اكيد بس هو اكيد التشكيل هيبقى فيه شويه مفاجات انا متاكد من كده. قول لي مين ضيع في ضربات الجزاء النهارده يا امين؟ نعم يا كابتن. مين ضيع ضربات جزاء النهارده؟ لا ما فيش يعني هو مش لعيبه محدده، هو ممكن يضيع تسديد في الماتش عادي. تمام. ايوه محدد ضيعت، لكن هو كلهم تسديدات ضربات الجزاء، وخليني اقول لك الكابتن حسام بدري كان بيتكلم بعض اللاعبين يعيد التسديد على ضربات الجزاء حتى اللي ضايع، فاهم؟ اكيد كابتن حسام كان مركز بشكل كبير طبعا على ضربات الجزاء، لان وارد ان احنا ممكن نوصل لضربات الجزاء، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي هيحسبوا بدري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اغلبيه الفرقه برشلونه ولا ريال مدريد؟ اغلبيه الفرقه ريال مدريد. يبقى انت ريال مدريد يا امير؟ لا طبعا اغلبيه الفرقه برشلونه.
بس هو لا اغلبيه الفرقه فعلا انا كابتن ميدو معظمهم بيتابعوا ريال مدريد. ان شاء الله يعني كل التوفيق للاهلي. امير هشام شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه. يعني امير هشام استشف طيب. يعني شايفه ازاي؟ اقوله لك تاني تشكيل قال عليه امير. يعني قال اكرامي واحمد فتحي وعلي معلول ورامي ربيعه ونجيب، وقدامهم اثنين ارتكاز حسام عاشور والسوليه، قدامهم ثلاثه عبد الله السعيد وحمودي ووليد سليمان وجونيور اجاي. انا عايز احييك الاول على جونيور اجاي. يعني اخيرا اقتنعت. انا بحييك بصراحه وبحيي يعني نظرتك اللي هي مستقبليه قوي، اللي كان كل الناس مختلفه على جونيور اجاي، لكن انت كنت دايما بتاكد لي في كل استوديو ايام ما كنا بنحلل انا وحضرتك يعني ان جونيور اجاي لعيب مهم جدا، لعيب كويس قوي 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 ولسه هيبان، وانا بحييك على اولى التميز. الله يخليك. هو جونيور اجاي في لعيبه انت ممكن تشوف ليها سي دي، تشوف ليها فلاشه، تشوفوا يعني لقطات كده، لكن جونيور اجاي انا قلت لك انه لما كنت انا والكابتن حسام شغالين مع المنتخب الاولمبي، كان هو مع المنتخب الاولمبي النيجيري وكان في مجموعتنا. تمام. فكنا بنتابع فرقه نيجيريا كويس جدا، وهو بالتحديد من قبل ما نعرف انه ممكن نجيبه النادي الاهلي او حاجه. هو بالتحديد كان من اميز ثلاث لعيبه في المنتخب الاولمبي النيجيري واحنا بنواجههم. فلما جيت اشتغلت مع مستر مارتن يول واتعرض اسم جونيور اجايه، انا عارفه عن اقتناع، عارفه عن رؤيه في الملعب، ولعب ضدنا كمان مع المنتخب الاولمبي. فعشان كده كان ما عنديش شك 1% لما اتكلمنا مع مستر مارتن يول والكابتن سعد عبد الحفيظ وبقيه الجهاز انه هو هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي. فهو لعيب مميز جدا، عنده حاجات كتيره كويسه. اولا انسجم سريعا جدا مع لعيبه النادي الاهلي، يعني في لعيبه افارقه جم ما دخلوش بسرعه. بيعرف يلعب مع الناس كويس جدا، يعني هو بيلعب تحت راس الحربه غالبا سواء في الطرف او في العمق، بتلاقيه بيلعب بسهوله جدا مع وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وصالح جمعه، بيعرف يلعب معاهم بسهوله تبادل النقل الكره، وبعدين بيعرف يجيب جون، يعني سواء هو بيجي من الخلف او بيلعب كراس حربه بيعرف يجيب جون، وبعدين كمان سنه صغير جدا، ده مواليد 96 كمان ما شاء الله. كابتن اسامه محطه ما شاء الله، ما شاء الله ربنا يحميه، محطه هايله. اولا جهد مع دورانات، يعني انا بصراحه بدات يعني لا انا لا كنت وجهد كمان غير طبيعي، يعني جهد عالي جدا فعلا، دي حقيقه. استلام وتسليم كوره كويس جدا، بيعرف يجيب جون. صغير كمان يعني لسه خبرات. انا اعتقد ان هو من افيد لعيبه النادي الاهلي السنه دي، وهيبقى ليه دور كبير قوي بعد كده أنا كمان. مش هقول يعني كده وحضرتك مش موجود، قلت لازم ان شاء الله اول مقابله معاك لازم اقول لك. طب الحمد لله يعني نظرتنا فيه الحمد لله. لا تمام، انا عايز اقول ان منتخب مصر متقدم 1-0 على منتخب المغرب للمحليين بهدف من ضربه جزاء احرزها النجم الاهلاوي احمد الشيخ. يعني برضو علشان نبقى احنا معاكم في كل الاحداث. يعني كنت بتقول لي بقى التشكيل اللي كان بيقوله كريم، انت بتقول لي انت موافق عليه ولا لا؟ اكرامي ايوه، شريف اكرامي، احمد فتحي على اليمين، علي معلول على الشمال، رامي ربيعه ونجيب اثنين مساكين، قدامهم اثنين ارتكاز حسام عاشور والسوليه، قدامهم ثلاثه عبد الله السعيد وحمودي وليد سليمان، قدامهم سترايكر اللي هو جونيور اجاي. هو ده التشكيل انا بقول له ان شاء الله في احتمال يبقى في هو ده التشكيل اللي ابتدى مباراه سموحه باستثناء كان باسم علي اللي هو حاطط مكانه احمد فتحي لانه احمد فتحي كان موقوف. يعني تقدر تقول بنسبه قريب من 99%، مش عايزين نقول 100% لان طبعا التشكيل في النهايه هيبقى عند الكابتن حسام البدري، ولكن هو ده التشكيل اللي بدا في مباراه سموحه وقدر يفوز 4-0. انا متفق معاه انه غالبا ممكن يكون احمد فتحي هو التغيير الوحيد، او اضافه اخرى ان احمد حمودي ممكن يكون في دكه البدلاء وينزل مكانه جونيور اجايه ويلعب في الامام راس حربه عمرو جمال او عماد، ده احتمال، او صالح جمعه يبتدي بعبد الله سعيد وصالح جمعه ووليد سليمان تحت جونيور اجايه. فمش هيبقى يعني انا شايف انه 99% التشكيل ده هيبقى قريب قوي من الموضوع. اكيد يعني انا عايز اخدك في الحدث عشان الناس بس ما تقولش احنا في حدث برشلونه وريال مدريد. طبعا حدث طاغي طبعا على مستوى الكره العالميه. قبل ما اسالك عن عمرو جمال وحسام غالي تحديدا، عايز اخد رايك في الكلاسيكو، كلاسيكو الارض زي ما بيطلقوا عليه، برشلونه والريال، المباراه شايفها راحه لمين من وجهه نظرك؟
اولا انا بميل لبرشلونه او برشلوني يعني، بس مش متعصب قوي زي ما الناس بتعمل يعني. اكيد يعني غير انديه مصر يعني. هو الرياضي عموما كابتن اسامه بيكون اقل حده في التعصب لانه عايش في الوسط يعني. طبعا اكيد مفيش شك يعني الرياضي بيبقى اقل تعصب. صح صح ده حقيقه. وبعدين انا كمان احيانا في سنين ببقى ريال مدريد يعني، لما كان الجيل بتاع زيدان كنا كلنا فعلا كنت مايل لريال مدريد. بس في وجود ميسي يبقى الواحد لازم يبقى مع برشلونه. الكره الجميله طبعا. فالفرقتين طبعا كبار جدا واي نتيجه ممكن تبقى متوقعه. لكن انا اتملي بميل برجح كفه برشلونه. كان طبعا قبل ما نيمار يمشي كان في وجود ميسي ونيمار وسواريز ثلاثي يعني غير طبيعي. يقدر دي شوارع برشلونه يا كابتن منذ قبل يقدر يحسم اللقاء في اي وقت. طبعا حتى في غياب نيمار برشلونه في وجود ميسي اعتقد هو الاقرب. لكن طبعا ريال مدريد فريق كبير جدا وكريستيانو برضو حاجه شاذه في كره القدم. طبعا فالاحتمال ده يكسب او ده يكسب وارد، ولكن المهم ان احنا نستمتع بكره حلوه يعني. اكيد يعني. شايفه راح لمين؟ انا بقول برشلونه. لبرشلونه انا وجهه نظري، لكن ممكن جدا تبقى ريال مدريد. تمام تمام. انا نتمنى نتمنى ان شاء الله. نتمنى يعني. السؤال برضو اللي عايز اراه على حضرتك، وجود عمرو جمال اعتقد ان اخر مباراه بعد اعارته لبيدفست الجنوب افريقي في مقابل مبلغ 250 الف دولار اعاره، ولو حب نادي يشتريه هيدفع 3 مليون دولار. كذلك الامر برضو بالنسبه لحسام غالي اخر مباراه للثنائي ده، شايف ان ممكن كابتن حسام يستغلهم كحاله معنويه ان هم عايزين يسيبوا اثر ايجابي للنادي الاهلي قبل ما يمشوا؟ بص، هو بعض المدربين ممكن يفكروا بهذا الاسلوب، لكن انا اتصور انه رغم اهميه الاثنين لعيبه يعني ممكن جدا ماتشات كتيره ابتدوا بيها وقدروا يكسبوا، ولكن انا اتصور انه التشكيل الاخير اللي هو لعب بيه ماتش سموحه وفاز بيه 4-0 اعتقد انه مش هيلعب فيه كتير يعني. احنا في عرف التدريب تملي لما بيبقى في فرقه ماشيه والامور ماشيه ما بتحبش تغير فيها كتير. بالظبط. فانا شايف انه تشكيل اللي اتلعب بيه في مباراه سموحه الاخيره هو اللي هيلعب. يمكن الاستثناء الوحيد هيكون احمد فتحي مكان باسم علي، مش انتقاصا من باسم علي. باسم علي طبعا عامل ماتشات هايله في البطوله العربيه والماتش الاخير، ولكن احمد فتحي طبعا لعيب اساسي ولعيب دولي ولعيب من اساسيين الفرقه يعني. فما اعتقدش ان البدايه هتبقى بحسام غالي وعمرو جمال، ولكن الاحتمال وارد. الاحتمال لا وارد. مش قصدي بدايه يا كابتن. قصدي الاستعانه. لا هيبقوا موجودين. هيبقوا موجودين طبعا كدافع. ما هو الاستعانه بقى، الاستعانه بيهم حسب مجريات اللقاء. انت بتبقى عامل سيناريوهات، ولكن احداث اللقاء بتجرك للتغييرات اللي انت عايزها. اكيد. ساعات بتبقى مثلا مغلوب ممكن تدفع بمهاجم تاني مثلا زي عمرو جمال. ساعات بتبقى عايز تسيطر على وسط الملعب فتدفع بحسام غالي. فانت ما بتعرفش احداث اللقاء نفسه هتمشي ازاي بالظبط. تمام. فالتغييرات هتبقى حسب اللقاء. ممكن جدا يستعين بيهم وممكن لا يعني. هو الماتش الاخير ما استعانش بيهم لان الظروف ما مشيتش زي ما مشيتش زي ما هو يعني، او مشيت زي ما هو عايز. فممكن يكون في اوقات اريحيه قوي ايوه فالله اعلم الماتش الجاي ظروفه هتمشي ايه يعني. يعني كابتن اسامه بتلعب خصم زي النادي المصري مختلف تماما عن سموحه، مختلف في استقرار فني، مديرين فنيين زي كابتن حسام حسن عنده دوافع وطموحات مش طبيعيه، اكيد طبعا حضرتك تعرفه عن قرب زي ما انا اعرفه. شايف المباراه تبقى صعبه على النادي الاهلي، وصعوبتها فين داخل فريق النادي المصري؟ الصعوبات بالنسبه لمباراه المصري يعني كذا نقطه. اولا ما فيش شك انه بعض الامور اللي حصلت في السنين الاخيره هيبقى ليها برضو كلام، بيبقى الماتش مشدود شويه. اتمنى انه ما يبقاش مشدود، اتمنى انه ما يبقاش مشدود يعني. اتمنى من اللعيبه ومن المديرين الفنيين وحتى اكيد مجالس الادارات طبعا هتبقى على مستوى الحدث يعني، دي ما تعملش شده عصبيه في اللقاء. دي واحده. التحكيم انا مبسوط جدا انه حكم هيجي اجنبي، كان لازم طبعا، لان دي هتقلل الشد شويه في القرارات اللي هياخدها الحكم. اكيد اكيد يعني هنستحمل لو هو اجنبي، لو غلط هنا او هنا مش هيبقى في
دي نقطه. الحاجه الثانيه الاثنين قلت لك ما وصلوش نهائي من فتره طويله، الاهلي بقى له كاس مصر او مش نهائي، ما خدش البطوله بقى له 10 سنين كاس مصر المصري في حوالي 20 سنه. الدوافع هتبقى عاليه عند الاثنين. الحاجه الثانيه حسام حسن معود لعبته على الاصرار، وانا سمعتك طبعا مع الكابتن محمود صالح وكابتن محمد حشيش كانوا بيتكلموا، طبعا نجمين كبار يعني في الزمن الثمانينات والتسعينات الجميل يعني. يعني على طول الدوافع عنده والاصرار عنده عالي جدا. على المستوى الشخصي هو طبيعته كده على المستوى الشخصي، واحنا بنلعب معاه طبعا في النادي الاهلي حوالي 12 سنه وكمان من تربيته جوه النادي الاهلي، يعني الاثنين مع بعض. هو ما بيحبش يتغلب وعنده وعنده ماتش كاس ونهائي، فعنده الاصرار والتصميم لاخر ثانيه. هو بالنسبه له فرصه عمره انه ياخد بطوله، لسه ما حققش ولا بطوله. دي صعوبه. الحاجه الثانيه المصري عندهم تنظيم في الملعب وما بيقاسوش. يعني انا حسيت في ماتش مثلا سموحه، رغم ان سموحه عنده لعيبه جيدين، سموحه بصفه عامه السنه دي انا مع احترامي الكامل لنادي سموحه، ولكن بامكانيات لعبته ما ظهرش بالصوره الكبيره قوي اللي المفروض يكون عليها سموحه. يعني كان اقل من المستوى حجم اللعيبه اللي عنده. يعني المصري كويس لفتره يا كابتن اسامه، يعني ماشيين نقفل الموضوع على سموحه. احنا لا لا انا مش بتكلم، هم كانوا ماشيين كويس لفتره. لا انا بتكلم في ايه، هم فرقه كبيره ولكن ولكن السنه دي المصري والمقصه تفوقوا عليهم، تفوقوا عليهم في الاصرار في اللعب وفي طريقه المكسب وكده. فبصفه عامه المصري كدوري ادى بشكل برضو افضل. منصفين، انا اسف انا بقطعك، برضو صادفهم سوء حظ في الاصابات مش طبيعي. طبعا في خمس اصابات او اربع اصابات للرباط الصليبي وحاجات فرقت كتير جدا. حسيت في ماتش سموحه ان فرقه سموحه ممكن ما تكونش جاهزه بدنيا قوي، ممكن برضو طول الفتره اللي قعدوا ما لعبوش فيها، بس دي برضو ما وضحتش في ماتش الزمالك والمصري قوي. الحاجه الثانيه بعد الهدف الثاني ما فيش اي ايحاء عندك ان هم هيرجعوا للماتش، يعني بالظبط بالظبط مسلمين بلغه الكوره. يمكن الكلمه دي الناس مشاهدين مش هيفهموها، احنا بنقول مسلمين يعني 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 بنقولها مسلمين، او هو ايه رامي الموضوع، رامي الفوطه زي ما بيقولوا، خلاص مستسلم للهزيمه. وكان طبعا ده هدف رائع جدا حبيبك لا تمريره حلوه جدا كمان من حموده لمسه واحده وهو هدي عليها وحطها بسهوله من فوق حارس مرمى المصري، يعني جون جميل يعني. فكان عندهم استسلام والاهلي كسب المباراه بدون معاناه. النادي المصري المباراه هتبقى اصعب لانها نهائي، وكمان ساعات انت ما بتعرفش تستغل كل الفرص اللي بتجي لك. النادي الاهلي ضيع فرص كتيره جدا قبل كوره اجايه في الدقيقه 38، لكن بعد جون الثاني بتاع وليد سليمان حسينا باستسلام تام من فرقه طبعا ده برضو هدف جميل جدا. ودي اللقطه اللي انا بقول لك انه اجايه مع عبد الله سعيد مع مومي بيعرفوا يلعبوا مع بعض، والهدف ده كده جمله من تمرير قصير مع بعض، وبعدين بالكعب من اجايه الوليد سدد، طبعا فيها توفيق ان خبطت في رجل مدافع المصري. قرار الشوط وليد سليمان واخد قرار الشوط، لكن طبعا فيها برضو توفيق ان خبطت وراحت بالطريقه دي. بعد الدقيقه دي ما حسيتش ان في اي سموحه مش عايز يرجع، مش هيرجع ومش قادر. مش اصل انت ممكن تبقى عايز ترجع وقادر لكن تحس كمان مش قادر. فمباراه المصري هتبقى مختلفه، هتبقى أكيد. اصعب اكيد، لكن النادي الاهلي اعتقد انه فرصته في المكسب اكبر بنسبه 75-80% ل 25-20% للنادي المصري، لحجم امكانيات لعبته، لحجم البدلاء اللي عنده، لحجم الخبرات اللي عنده. فالمصري برضو الاهلي فيه غيابات، ولكن المصري الغيابات تبقى مؤثره عليه اكتر. المصري الغيابات هتبقى مؤثره عليه اكتر، فاعتقد انه النادي الاهلي عنده فرصه ذهبيه انه يحصل على الكاس. طبعا ده هدف رائع برضو، تمريره هايله من عبد الله ورؤيه حلوه جدا من وليد انه شايف بوسكا بيفتح رجله وحطها من بين رجله، هدف برضو طبعا
جميل جدا. فانا اعتقد انه النادي الاهلي بالذات لو قدر يجيب جون بدري المباراه ممكن تتسهل عليه، لكن هي الصعوبه لو المباراه فضلت متعلقه 0-0 او المصري قدر يجيب جون، هي دي الصعوبه، ان المصري يبقى دوافعه هتكبر اكتر وهيبقوا حاسين قريبين من الهدف، لكن الاهلي عنده قدره انه لو جاب جون اعتقد انه الامور هتتسهل على النادي الاهلي. انا عايزك تشوف الكره دي تاني، لان ده في خطا دفاعي قاتل دايما للاسف مدافعينا، اللي رجعها تاني يا بيبو لو سمحت، دايما مدافعينا بيقعوا في هذا الخطا دلوقتي تحديدا، انا خايف من مدافعين النادي الاهلي ممكن يعملوا. بص سيد فريد اقف 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 طبعا دي، بص يا كابتن سيد فريد بيعمل ايده ازاي ورا ظهره، بيكتف نفسه عشان الكره ما تجيش في ايديه، فدي بتمنعه طبعا، حضرتك طبعا عارف تمنعه من الحركه بسرعه ان هو يحط رجله. يعني بص يا كابتن انت يعني ملحوظه هايله لانه انا حتى مع لعيبتي كنت تملي بقول لهم ما بحبش انا الحركه دي ابدا، هو ممكن يتعامل. برافو عليك. اولا هو مكتف نفسه وكمان ما بيروحش في اتجاه الكوره بالظبط، الطبيعي ان هو يبقى ايده تحت مش ضروري يفردها، لانه طبعا لو فردها وخبطت فيها تبقى ابنها، بس ايده تبقى جنبه عادي ويقرب على وليد. هو واقف في مكانه عشان انا ضيق الرؤيه على وليد، لازم اقرب منه، لازم اقفل المسافه، فهو واقف في مكانه وحاط ايده ورا ظهره. فطبعا دي اللي انا شفتها في مدافعين كتير. لا لا صح صح صح، برافو عليه، يعني خايف من ضربه جزاء بيكتف نفسه بطريقه غريبه جدا. مظبوط مظبوط. فطبعا ملحوظه في محلها، يعني مش شايف لها معنى، لكن هو الاقرب انه يبقى ايده جنبه عادي ويروح يقرب على الكوره، هو ده التصرف السليم للمدافع يعني. فطبعا انا قلت لك ان فرقه سموحه ما اعرفش، كنت حاسس هي مش جاهزه خالص يعني. الشكل هيبقى مختلف تماما يا كابتن اسامه. كابتن او فريق المصري معاه جهاز فني معاه بقاله فتره طويله، سموحه كان لسه مغير مدير فني، ممكن طبعا لسه محفظش طبعا طبعا خبرات في الدوري المصري، الموضوع مختلف تماما. دي نقطه، وكمان ممكن جدا على فكره ماتش ينتهي 4-0 ولكن تحس فيه بمقاومه يعني بالزبط بتحس فيه بنديه يعني، ياما احنا مثلا كسبنا فرق 4 او اتغلبنا واحنا ماسكين فرق 4 بس بتحس فيه نديه. انا حسيت باستسلام تام من فرقه سموحه، احنا قلنا مفيش اي مقاومه يعني. احنا قلنا في الاستوديو التحليلي عشان ااكد على كلامك ان ده كان اسوأ ماتش لسموحه خلال هذه السنه. مظبوط. يعني السؤال اللي عايز اسال حضرتك، يعني حضرتك بتقول حسام الروح والمعنويات والنادي الاهلي وهو حياته كده وطبيعته كده، والماتش ده تحديدا حياه وموت بالنسبه له، هل ممكن الكلام ده يفرق بالسلب مع لعيبه نادي المصري تاخد اوفر، يعني تاخد شحنه زياده يعني ممكن الناس دي عندها اوفرلود من كل حاجه؟ ما هو الموضوع ده شعره يعني، شعره تخليك انت متحفز جدا ودوافع عندك عاليه جدا، وفي نفس الوقت انت هادي ومتزن وبتعرف تتصرف في احداث المباراه، وممكن جدا الشعره دي تروح في اتجاه تاني تعلى فتبقى متوتر، تبقى مندفع بطريقه مش طبيعيه، تبقى مش مركز في نواحي الدفاعيه، تبقى مش مركز في الضربات الثابته اللي بتعملها، ترتكب اخطاء تخليك مثلا تلعب بخشونه زايده فتاخد انذار في طرد سريع او طرد مباشر، خاصه الحكم اجنبي كمان ممكن يكون الموضوع ده عنده سريع مش هيبقى عنده تعاطف يعني. فهي لازم يبقى فيها توازن يعني، انك انت بتعلي الروح المعنويه والدوافع للاعبتك، ولكن لوقت ما بتعدهوش يعني، لازم يحتفظوا بالتفكير وبالهدوء، لان دي هي دي الاساس في كره القدم يعني. انت مهما تكون متمرن كويس، مهما تكون لياقتك البدنيه كويسه، مهما تكون النواحي الخططيه اللي انت واخدها كويس، مهما تكون لو مش انت مركز وعندك هدوء وحسن تصرف، كل ده بيروح طبعا اكيد ويجي بطريقه عكسيه. لو حضرتك مدير فني بتلاعب مدير فني زي حسام حسن مع حفظ الالقاب طبعا يعني، ممكن تستغل الحته دي في الخصم اللي قدامك؟ او بمعنى يعني انا عارف المدير الفني اللي قدامي ده عصبي جدا وعنده دوافع، وممكن عصبيته تخليه يعكسها على اللعيبه في الملعب، ممكن انا اشتغل ان انا اطلع فيه الحته دي بحيث ان انا اكسب المباراه بمنتهى السهوله؟ ممكن طبعا، ما انا قلت لك لو هي زاد، لو انت حسيت ان هي زادت عند اللعيبه الثانيه يعني متوترين، واحد عنده انذار مثلا متوتر فتلعب عليه حد بيعرف مثلا يرقص فياخد انذار ثاني كده، لكن يعني بصراحه برضو السنتين ثلاثه الاخرانيين كابتن حسام حسن
تحس انه تغير تماما. يعني ابتدى يتمالك نفسه اكتر وابتدى يركز. اللعيبه عنده دوافع وروح عاليه جدا، ولكن بيبقى عندهم برضو محافظين على الشعره اللي انا قلت لك عليها دي. انا معاك كيف معاك تماما، لكن المباراه دي اعتقد انها تبقى استثناء. استثناء طبعا، هي استثناء لان دي الملعب ملعب كامب نو يعني. في علم مصر اهو كمان مصر. ده في حد الموضوع بقى دلوقتي في مصر هتلاقي زي الاهلي والزمالك كده. يعني كلاسيكو الارض فعلا. واضح طبعا دي عائله مصريه يا اما عايشه هناك يا اما راحت مخصوص عشان تتفرج على المباراه. وبرده اهو تاني برده نفس الشيء. ده احمد فتحي ده يا جماعه. في ناس مع برشلونه ناس مع ريال مدريد زي اي بالظبط. ده طبيعي يعني العالم كله انقسم بين ريال مدريد وبرشلونه او بين ميسي وكريستيانو، لان المقارنه بقت كده يعني. هو يعني هو مباراه فعلا تاريخيه. لا طبعا طبعا طبعا. يعني برضه يا كابتن اسامه يعني خلينا في 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 الشكل العام لنادي المصري. احنا اتكلمنا خلاص قلنا دوافعه بتكمن في حسام حسن، بتكمن ان هم بقى لهم 20 سنه بعيد عن البطولات، بتكمن ان حسام حسن اول مره في حياته يلعب على بطوله في ايديه، موضوع في ايديه. ممكن يعمل ايه يا حسام حسن؟ هيفكر في الماتش ازاي؟ يفكر يبادر النادي الاهلي بهجوم زي ما عمل في الدور الاول وخسر؟ ولا يحافظ يعني اعتقد في السنه اللي كسب فيها النادي الاهلي كان بيلعب دفاع منطوي وبيلعب على الكاونتر اتاك على طول. شوف هو طبيعه حسام من المدربين اللي بيحبوا يهاجموا تمالي. يعني ده دي الطبيعه الشخصيه اللي عنده الاساسيه اللي هي الاساس في لعبه. يعني حتى في الدوري العام مع اي فرقه ما بي مش من اللعيب مش من المدربين المتحفظين حتى الزمالك اخر مباراه. لا هو دي اسلوبه وطبيعته. وماتشات كتيره مع النادي الاهلي سواء هو كان ماسك الاتحاد السكندري سواء هو ماسك المصري بيلعب باندفاع هجومي يعني. ما اقدرش ادخل جواه بالظبط في بكره هو تفكيره ايه، لان المباراه بكره مختلفه شويه في حاجتين. اولا مباراه اخيره خلاص على البطوله تمام، وثانيا ممكن تروح لوقت اضافي. انا اتصور ان النادي المصري لو وصل وقت اضافي مع النادي الاهلي اعتقد ان النادي الاهلي عنده فرصه ذهبيه انه يكسب. مش عشان انه المصري يقتل بدنيه قليله ولا هم مش متمرنين كويس، ولكن النادي الاهلي جاهزيته اكتر ولسه كان بيشارك في البطوله العربيه. اللعيبه كتير فيه صحيح في لعيبه ما شاركتش، لكن بصفه عامه تاني حاجه البدلاء عنده اكتر واقوى يعني بوضوح عن النادي المصري. ف ما اقدرش اقول لك بالظبط تفكير حسام بكره. ممكن يكون هيلعب بتحفظ زي ما انت قلت شويه والاداء ياخد شكل تاني انه يلعب على الهجمه المرتده، وممكن جدا يفاجئ انه يضغط من البدايه اللي هو طبيعته اللي هو طبيعته الاساسيه. فما اقدرش انا اقول لك بالظبط ايه اللي ممكن يكون جواه دلوقتي او اللي هو بيمرن عليه لعيبته. يعني السيناريوهين موجودين، الاثنين سيناريو بالنسبه لحسام حسن موجودين تمام. يعني ما اقدرش انا بالظبط اجزم بايه يعني تمام. يعني كابتن حسام حسن عنده عبد الله جمعه اخو صالح. لعيب كويس قوي، لعيب سريع قوي، لعيب ديليبرر اكيد حضرتك عارف، لعيب مهاري جدا، عمل فارق مع نادي مصر في مدرسه الزمالك بصراحه. تفتكر شكل علي معلول مع عبد الله جمعه يبقى عامل ازاي؟ تفتكر كابتن حسام بدري ممكن يبادر المصري بهجوم من علي معلول زي ما عمل المدرب التونسي مع منتخب مصر ان هو وقف محمد صلاح تماما بسرعته وبادر بعلي معلول هجوم، ولا كابتن حسام يبقى شكله ازاي؟ هو ده الغالب يعني. والنادي الاهلي قلنا انه تملي بيبدا بالهجوم ولامكانيات لاعبته لخبرات لاعبته للثقه اللي عند لاعبته. فالنادي الاهلي ده في الغالب اللي بيعمله انه بدايته بتبقى ضاغط على المنافس عشان اقدر اجيب جون بدري واقدر احبط المعنويات المنافس يعني. ده طبعا اعتمادا على تاريخ كبير للنادي الاهلي، شعبيه النادي الاهلي، امكانيات لعيبه النادي الاهلي، طبعا وجود مدرب كبير زي الكابتن حسام. بس انا بتكلم ده بصفه عامه في معظم تاريخنا مع المدربين. انت اللي تملي بتبادر يعني انت بالظبط زي ما بقول لك. انت بتتكلم دلوقتي على الكلاسيكو اللي هو بين ريال وبرشلونه،
برشلونه وريال مدريد دول اكبر ناديين في اسبانيا او في العالم دلوقتي، تملي هم اللي بياخدوا مبادره المبادره في الهجوم مع اي فرق يعني، تملي هم الفاعل، تملي هم الفاعل. فاعتقد هو ده الطبيعي انه اللي هيقوم بيه كابتن حسام البدري في البدايه بالذات، وبعد كده الله اعلم بقى احداث المباراه هتمشي ايه. لكن في البدايه اعتقد ان علي معلول واحمد فتحي هيبقى عندهم يعني انطلاق في النواحي الهجوميه، مع طبعا التحفظ من بعض الناس زي حسام عاشور والسوليه واحد من الباكين. لكن تملي احمد فتحي وعلي معلول هتلاقيهم بصفه عامه واخدين شكل هجومي يعني. تمام، يعني عايز اقول لك احصائيات عملها لنا كريم كده ابو حسين. اخر مباراه الاهلي الفوز على سموحه باربع اهداف مقابل صفر لسموحه، اخر مباراه المصري في الكاس الفوز على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، هداف الكاس للنادي الاهلي هو عماد متعب باربع اهداف، هداف الكاس بالنسبه للنادي المصري محمد الشامي النجم المعار من نادي انبي هدفين. التقى الفريقان 109 مباراة، الأهلي تمكن من تحقيق الفوز في 58 مباراة بينما خسر 18 مباراة وسيطر التعادل على 33 مباراة. أحرز الأهلي في شباك المصري بمسابقة الدوري 152 هدف بينما استقبلت شباكه 82 هدف، 35 مرة فاز فيها الأهلي ببطولة كأس مصر منها 33 مرة منفردا وتقاسم مع الزمالك عام 43 و58. يعني دي كانت احصائيات عملها لنا كريم ابو حسين، في احصائيات كتير قوي لكن انا مش عايز يعني اخد من وقت حضرتك كابتن اسامه. ان شاء الله بكره وبعده في احصائيات وفي يعني حاجات كتير محضره لاستوديو التحليل النادي او الاستاد الاهلي. ماشي، المغرب تعادل مع المنتخب المصري المحليين هدف مقابل هدف ولسه المباراه شغاله. اتكلمنا عن كابتن حسام حسن، اتكلمنا عن كابتن حسام بدري يا كابتن اسامه، وقلنا ان احنا الكابتن حسام لازم يكون هو الفاعل او الفعل، ما يستناش رد الفعل. لكن الكابتن حسام دايما، كابتن حسام بدري دايما بيبقى حريص قوي في المباريات اللي فيها فريق بيعرف يهاجمه. ايوه، هيلعب برضه على الفعل ولا هيستنى يشوف المصري ولا المباراه يعني الفريقين يشوفوا بعض الاول ازاي؟ اعتقد في البدايه خاصه ان هي ماتش كاس ممكن يكون يستغل حتى الحاله المعنويه اللي هي كسب بيها سموحه 4-0 ودي نتيجه كبيره، الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك، اصل هو اللعب من قدام زي ما احنا بنقول، او اللي هو اللعب المتقدم ده بالهجوم الضاغط ده مش بيبقى طول الوقت يعني. انا بتكلم على البدايات اللي هي الخمس ست سبع دقايق الاولانيه اكيد بتبقى مؤثره، خاصه انا بقول لك خبره لعيبه النادي الاهلي اكبر. يعني الظروف اللي وصلوا فيها نهايات كتيره لعيبه المصري، كل دول ما وصلوش نهائي قبل كده بطوله ما اعتقدش يعني، يا معظمهم كان في انديه اخرى ولسه جاي، او حتى في النادي المصري بقى له 10 سنين او 15 سنه، اكتر من 15 سنه ما وصلش نهائي بطوله. فاعتقد ان الخبرات عند النادي الاهلي اكتر، فانا اعتقد 19 سنه بالظبط. طيب يعني دي ده زمن كبير، لكن لعيبه الاهلي واخدين على المواقف دي كتير قوي يعني. فانا اتصور ان ممكن في البدايه بالذات يكون الشكل فيه ضغط شديد يعني، وبعد كده احداث اللقاء بقى اللي بتخليك امتى تقف في نص ملعبك، امتى جبت مثلا جون، امتى تتحفظ شويه، امتى تلعب على هجمه مرتده، دي بقى حسب مجريات اللقاء نفسه يعني. تمام، يعني دايما الناس او السؤال اللي بيطرح نفسه او السؤال اللي بتطرحه الجماهير على الكابتن حسام بدري، ليه ما بتلعبش عبد الله مع صالح؟ اكيد طبعا كل مدرب طبعا ليه وجهه نظره، وهو طبعًا اللي سايق وهو المسؤول وهو اللي في الاخر بيتسال. لكن انا بقول لك رجل الشارع او رجل الاهلاوي بيقول ليه ما نلعبش صالح مع عبد الله السعيد؟ شوف، هو في فتره كان صعب، في فترة صالح كان فيها لا خلاص مش صالح جمعة، خلاص لا احنا بنتكلم، لكن دلوقتي يقدروا يلعبوا مع بعض. انا قلت يمكن كنت في قبل مباراة سموحة في قناة الاهلي هنا برضو، وقلت انه انا توقعت التشكيل هيكون في صالح وعبد الله، لانه صالح في احسن حالاته مع النادي الاهلي من ساعة ما جه يعني، الشهرين ثلاثة اللي فاتوا دولت في سواء في نهاية الدوري او في البطولة العربية او حتى لما نزل في مباراة سموحة جاب هدف جميل جدا، و في احسن حالاته البدنيه،
والفنيه. فانا كنت متصور انه انا طبعا احمد حبوده لعيب كبير جدا ولعيب هايل ولعيب مؤثر، ولكن انا كنت متوقع انه عبد الله ووليد وصالح هم اللي هيلعبوا تحت اجايه. فممكن جدا في الوقت اللي صالح فيه فورمه دلوقتي ممكن جدا صالح يلعب مع عبد الله، وان كان الاثنين ما بيحبوش يلعبوا على الاطراف قوي. يمكن هي دي المشكله شويه اللي بتبقى بتحير المدربين، لانه الاثنين بيحبوا يلعبوا في العمق تحت راس الحربه. يعني ما بيحبوش يلعبوا على الاطراف لان هم ما عندهمش سرعات في الانطلاق وكده. لكن يمكن صالح اقرب شويه انه يلعب على الاطراف، يعني يمكن عبد الله كمان احيانا يروح في كوره على الطرف ويستلم وبعدين يرجع تاني، ولكن عبد الله بيحب يلعب في الحته اللي هي في العمق اللي ورا الاثنين المدافعين او المدافع بتاع وسط الملعب اللي هم في الفرقه الثانيه. صالح برضو نفس اسلوبه كده، ولكن صالح يمكن الطرف بالذات الشمال ممكن يتحرك فيه اكتر. فيمكن دي مشكله بتواجه المدربين شويه لما بيفكروا يلعبوا الاثنين مع بعض. وبعدين كمان ممكن يكون تفكير الكابتن حسام انه بحتفظ بواحد فيهم، وزي ما المره اللي فاتت في المباراه سموها احتفظ بصالح على اساس ان ممكن المباراه تمتد لوقت اضافي، ممكن عبد الله مثلا يتعب فينزل صالح. دي أكيد ممكن تكون وجهه نظر، لكن زي ما قلت لك في الفورمه اللي وصل ليها صالح، وطبعا حاله عبد الله برضو انه من اهم لعيبه النادي الاهلي، ممكن جدا الاثنين يبقوا موجودين جنب بعض. اكيد يعني. اخر سؤال يا كابتن علشان احنا وقتنا خلص معاك بسرعه جدا. النادي الاهلي محتاج ديفندرين مدافعين فقط، او فيهم الميزه الدفاعيه اكتر؟ يعني ممكن نستعين بحد من المدافعين او الديفندر المدافع زي حسام عاشور، زي عمرو السوليه، ايا كان، اكرم، ايا كان، معاه واحد زي صالح جمعه، ولا الموضوع بيبقى صعب؟ بص مش في كل ماتش، في اوقات في اوقات ما تقدرش تلعب كده. ما تقدرش تلعب واحد بس عنده قدرات دفاعيه والباقي مهاجمين. لكن الافضل انك تلعب بالاثنين عندهم قدرات دفاعيه بس واحد فيهم بيعرف يميل للنواحي الهجوميه، زي ما حسام غالي كان بيلعب، او احيانا دلوقتي عمرو السوليه بيعملها، وحسام عاشور هو اللي بيبقى ثابت اكتر قوي. لكن انا فاهم قصدك ان ممكن واحد فيهم يريح ويلعب صالح مثلا او عبد الله جنب حسام، ممكن جدا تبقى موجوده ولكن مش في كل المباريات. فمباراه نهائي زي دي ممكن جدا هو كمدير فني ما يفضلش دي، لانه لازم يشوف احداث المباراه هتمشي لايه. اكيد يعني. اكيد طبعا. هو طبعا هو اللي بيسوق، هو اللي ليه حريه الاختيار، لانه هو اللي بيتسال دايما المدير الفني الله يكون في عونه. كابتن اسامه يعني وقتنا معاك للاسف بيخلص بسرعه، يعني نورتني وشرفتني. شكرا لك. ان شاء الله نسعد بيك تاني ان شاء الله قريب. ان شاء الله باذن الله. وقتنا معاكم خلص، يعني ده كان حديثنا عن مباراة الأهلي والنادي المصري. إن شاء الله بعد غد إن شاء الله كل التمنيات والأمنيات لنادي الأهلي بإحراز هذه البطولة الغائبة عن النادي الأهلي فترة طويلة. عندنا بكرة لسه وبعد بكرة كلام كتير جدا في هذه المباراة. نورتوني وشرفتوني، مع ألف سلامة.